مهارات التعلم الفعال، تهيئة الجو الدراسي، استخدام الأسئلة الشفوية، استخدام أسلوب التعزيز، تنوع المثيرات للطلبة، التغيير في أساليب التدريس، القدرة على قيادة الصف، القوة في الإلقاء، جذب انتباه الطلاب، المرونة في التعامل، الالتزام بوقت الدرس، تنمية روح الفريق بين المتعلمين، تشجيع التفكير الناقد والتفكير الجماعي. ريكسونا، اتحرك أكتر، نفهم، نتعلم ببساطة.